لابد من نعترف أننا نرتكب أخطاء كبيرة في الصحافة المغربية، ولا بد أن نعترف أن بعض الأحكام التي تصدر ضدنا نقول أنهم في الواقع مع مقارنة مع ما موجود في القانون هي مخففة. نرتكب كوارث صراحة صراحة، زعما ماشي حيت صحفيين خصنا نكونوا لكن كاين طبعا كاين الإشكالية ديال الاستقلالية، ولكن القضايا الكبرى أنا نعطيكم جوج ديال الأحداث باش كنا كلامي يكون عن ما وقائع. فالاتحاد الاشتراكي كانت من بدايه الحرب الاولى على ديال الخليج، كانت الاتحاد الاشتراكي تغطي احداث الخليج بطريقه ديالها، لانه كتنتمي لحزب عنده وجهه نظر، عنده راي، عنده وزير الداخليه انذاك ديال السبسري ما كانش رافض هذاك الشكل، هذاك الطريقه كتغطي بها الاتحاد الاشتراكي احداث ديال الخليج الاولى. فكان تقلق وداك الشيء لاخره، ومشى قلب على ملف جابو وهو القذف وسب القضاء، وكانت محاكمه الاتحاد الاشتراكي لان طوى مواجهه للقضاء مباشره، لانه محاكمه الاتحاد الاشتراكي مع قذفات القضاء. علاش؟ لانه مقال استطلاع جبد المشاكل ديال المحاكم والجرجي وتراكم الملفات الى اخره، هذه من المسائل اللي هي طبيعيه جدا. دازت الجلسات الاولى ودينت الاتحاد الاشتراكي، جات الاستئناف، تغير شويه الجو السياسي، المحكمه جاريه، ووكيل ممثل النيابة العامة يتوصل جاب ليه ورقة، خذ الورقة قراها، طلب من المحكمة أنه توقف الجلسة وتأجل الجلسات إلى هو تبرير مع جن تبرير مستاري. من ثم الآن عمر ديك الجلسة ما عاود رجعت.